فقلنا في 7 أسئلة، اي واحده تيجي تقولك اوعي تقبلي انك تروحي تخش على موضوع الاهلي كده، ما انتيش عارفه ده اسمه ايه ولا ابوه مين ولا بيشتغل مين ولا ابوه فين ولا كده، عشان ما تتفاجئيش بعد كده بالروائع. واللي جايبه لك الواسطه ما حد، واحده تيجي تقولك، واحده تيجي تقولك، او حتى زميلك في الشغل، انت زميلك ما تعرفيش عنه الحاجات اللي هقولها لك دلوقتي دي، صح؟ زميلك ايوه في الشغل عارفه بيشتغل كويس دمه ومركزه كويس ومش عارفه ايه بتاعه دمه خفيف وكده، وكل عارفه عنه انه ساكن في الدقي باين ولا مش عارفه ساكن فين، ما هو ده اللي اعرفه عليه بس. يعني ده مش كفايه انك تقولي انك ايه عارفاه، انك تقبلي انك انت تروحي ايه تشوفيه هو يجي تقابل اهلك او انت تروحي تقابلي اهله، ده مش كفايه. قلنا الاسم، هنعرف الاسم ثلاثي، قلنا السن، عاوزين نعرف تاريخ الميلاد، ما تجيش سن يقول لك 41 سنه فين، تاريخ الميلاد مفهوم؟ يعني مواليد كام؟ تاريخ الميلاد. الوظيفة فيها حاجتين، التعليم، الجامعة والدفعة، دفعة كام؟ وطبعا دي ممكن تجيبيها ايه؟ يعني حتى لو قعدتي، لو حصل الدكتور زي ما جبت شوية بيانات كده، وهي ما عرفتش تجيب شوية بيانات، او ما جاتش فرصة، ساعات العملية بتيجي بسرعة كده. وانتي قاعدة، هو ساكن فين؟ في مدينة نصر، وهو ايه؟ مهندس. خلي باباكي او انتي او حد، او حد من الاهل، حضرتك مهندس فين؟ في شركه مش عارفه ايه. ما شاء الله حضرتك خريج بقى عين شمس بقى مش كده؟ لان ايه؟ انا عاوز اعرف هو خريج ايه؟ صح؟ ما هو مدينه نصر ايه؟ يبقى ايه؟ عين شمس. ما هو مش عين شمس هي ايه؟ هيقول لك لا ده انا ايه؟ مش كده؟ حضرتك عين شمس ولا القاهره؟ ولا بنها؟ ولا اسوان؟ لا لا مش هندسه خالص، ما يقول مش مهندس ليه؟ لا دبلوم صنايعي. خلي بالكم وقلت لك دي ما بتعرفي خريج ايه، بتقدري تعرفي مستوى ثقافي قصدك يعني. الجامعه والدفعه، الوظيفه، مكان العمل، بيشتغل فين بالظبط؟ ما تقوليش بيشتغل في التلفزيون، ما تقوليش بيشتغل في شركه المقاولين العرب، فين في المقاولين العرب؟ مش لو قلت لك ده مهندس في البحر الاحمر، فين؟ سمكه يعني؟ فين في البحر الاحمر؟ صح؟ الشركه اللي بيشتغل فيها اسمها شركه ايه؟ عشان قلت لك قبل ما هتروحي ممكن البيانات دي كلها تبقى ايه؟ تقدري تعرفي ايه معلومات ايه؟ عنه، صح؟ الوظيفه، سكن العيله، ساكنين فين؟ ليه يا دكتوره سوزان؟ حطي سهم صغير عشان ده بيوريكي المستوى الاجتماعي. المستوى الاجتماعي. عمل الوالد. بابا بيشتغل ايه؟ هتقول لي كده ايه؟ بابا متوفي. بابا على المعاش. اوعي تقبلي متوفي او على المعاش كاجابه لابوه بيشتغل ايه؟ اوعي. والهبل بقى تيجي تقول لك ايه؟ ارتاحي اهو ابوه ميت. راجل كبير على المعاش، اوعي تقبليها. والله ولو فراش ولو كان ناس على المعاش، ايوه كان بيشتغل ايه قبل المعاش؟ طلع المعاش من ايه؟ متوفي قبل ما يتوفى كان ايه؟ هو المتوفي ده وظيفه؟ مش بيضحك عليكم كده يا ولاد؟ بيسال لكم الكلام ده ولا لا؟ هو غالبا بيبقى كده لما بيحبوا يداروا ايه؟ يداروا ايه؟ الوظيفه بتاعته. مفهوم؟ وخلي بالك بقى من غير ما تشخصي، انا بشخص بس كده من غلبي يعني، حاجات شفتها بس انت طبعا بلباقه يعني. متوفي يعني متوفي بقى له قد ايه؟ ده من هم صغار. ايوه كان بيشتغل ايه؟ صح؟ ومش عيب، لكن انت عاوز تعيش في حاجه، انت عاوز تبين نفسك بحاجه انت مش قدها؟ لا مش عيب الفقر ابدا، بس الكذب عيب. صح ولا مش صح؟ واللي ملوش خير في اهله ملوش خير، اللي ملوش خير في حد مهما كان اهله ده. كفايه قوي ان هم رب واحد زيك، او رب واحده زيك. عمل الاخوه، لو في اخوات بس ايه عنده كم اخ او كده، او مش عشان الاخوات نافع ايه المستوى الاجتماعي. لو في اخوات في سنه ايه في مدرسه، في اخوات ومدارس ايه او بيشتغلوا فين او كده. مفهوم؟ عمل الاخوه لو كانوا موجودين مستوى. اخر حاجه بقى ظروف خاصه يعني ايه؟ حطي سهم صغير. لو كان حصل زواج ممكن يقول لك ايه؟ متطلق او ارمل، كان متجوز قبل كده، او كان خاطب قبل كده،
او هو عادة لما يجيبوا لك هتيجي تقول لك هي الخطوبه مش مهمه، الخطوبه دي ممكن تعرفيها انت، بس انا بتكلم على ايه؟ على الجواز بالذات. يقول لك ده ايه كان متجوز قبل كده وعنده ولد. لو قالت لي كان متجوز قبل كده، ها لازم تسالي كم مره. هتيجي تقول لك اللي انا اعرفه انه كان متجوز وعنده ولد، صح ولا لا؟ اسالي يا حبيبتي، اسالي يا حبيبتي، صح. وبعد كده الخطوبة دي أو الخاطب، لو كانت قالت لي كان خاطب قبل كده أو الخاطب برضو كم مرة. أنا شفت ناس خاطب إيه، واحدة جت، ودي من ضمن الحاجات المصيبة اللي بنشوفها، شاب بقى تحفة 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 وبتاع وكلام كده وبتاع، وكانت بنت عندنا هنا بنحفظ القرآن وفرحانة بيه ومش عارفة إيه وبتاع وكده، وابتدى خلاص ابتدوا يجهزوا وجهزت ومش عارفة إيه، والعفش راح البيت وحجزت عند الكوافير وكلام كده، وبعد كده فوجئت بيه بيقول لها انا حاسس ان انا مخنوق وحاسس ان انا مش قادر وحاسس ان انا ما اعرفش ايه مش هقدر اكمل الجواز. على كسره قلب البنت الموضوع طبعا، وفشكل الجواز بدون سبب. لا في سبب، يقول لك بدون سبب. لا في سبب، وهو سبب واحد ما فيش غيره. ايه؟ بيبقوا مرضى نفسيين، عنده فوبيا، عنده خوف من الجواز، متردد. البنت دي بقى يعني طبعا هي صعبت عليا كسر قلبها، لان البنت بتحضر معانا وكانت بتحفظ قران وكلام كده، بس لما جيت مسكتها قلت لها تعالي هنا. في ايه؟ قالت لي ولا حاجه، كل حاجه ماشيه كويس دكتوره سوزان، وكنت عاوز وكانت ماشيه كويس وكده مش عارفه ايه كده. قلت لها انا مش احنا هو علاقته ايه نفسيا، شكله ايه؟ هو كان خاطب وكان متجوز قبل كده؟ قالت لي لا كان مخاطب. خطب كم مرة؟ 6 مرات. 6 مرات. ده يوريكي ايه؟ انه انسان ايه؟ متردد. في حاجة، في حاجة نفسيته مش مظبوطة. ويجي يقول لها ايه بقى؟ يقول لك انا مخنوق مخنوق مخنوق. هيجيلك في الخطوة يقول لك انا مخنوق مخنوق. حاجة تانية، يا اما شاف يشوفها تانية، يا اما ايه؟ مش قد الايه؟ الجواز، او دخل في الخطوبه دخل كده بضغط من ايه؟ من اهله، وعاوز يغطي نفسه، يمكن مالوش في الجواز فعاوز يغطي نفسه، يبقى خطب وما حصلش نصيب، خطب وما حصلش نصيب، خطب. لا، وعشان كده لو قدرتي في موضوع الجواز ده بلباقه كده، مش هتسالي في الست دي بس، بعد كده لازم الواحد حد كان خاطب قبل كده او كان متجوز قبل كده، انك تعرفي الخطيبه دي او الزوجه دي وتقدري توصلي لها، مش انت اللي هتروحي يعني تعرفي حد كده وبتاع، يعني ممكن بلباقه بتقدري، مش هتقدري تعرفي الواسطه، مش هتقدري تجيب لك البيانات دي، بس ممكن بقى بعد كده لو حصل خطوبه وحصل كده وكده، وجت ست خطوبته الاولانيه، هي كانت معاك في الكليه؟ هي كانت معاك في الكليه واشتغلت معاك بقى ولا كده؟ لا لا لا، هي لا لا دي كانت معايا في الكليه وبتاع وكده، وبعد كده لا هي خلاص يعني احنا فصلنا من زمان خالص خالص، وهي كانت معايا في الشغل، او لا هي كانت بتشتغل في مستشفى مش عارفه ايه، وهي دلوقتي اتجوزت وخلفت يعني. ولو انت داخله وكان حصل جواز لازم تروحي تبعتي حد يقابلها، لازم، لانك انت لو سالتي هو لو عنده دين او ابن ناس هيقول لك ايه؟ ما حصلش ايه؟ نصيب، وتحترمي هذا. ولو ذم فيها اوعي تقبليه، خلي بالك منه. لو ذم فيها يقول لك هي كانت كويسه بس ما حصلش نصيب، فحاولي تبعتي حد يسالها، لو كانت زوجه يسالها هو شكله ايه، لان احنا شفنا بلاوي. عاوز بقى يبان قدام البنت، خصوصا شافك انت متدينه وعارفه ربنا وبتاع، فمش عاوز ايه وانت متدينين، مش عاوز يهز صورته، فبيشكر فيها وبيشكر فيها قد ايه بقى، يا اخلاقه كويسه قوي، عمره ما ذم فيها، عمره ما ذم فيها، بس ما حصلش نصيب، والحاجات دي اسمها نصيب وكده وبتاع، بس هي كانت ست كويسه قوي وكان جوزها كده، بس ما حصلش نصيب، ما حصلش قبول، ما حصلش مش عارفه ايه. ما تفوتيهاش كده كأم وكبنت، تحاولي تشوفي حد من شركة الحديد دي بيشتغل، تعرفي تعالي اسمها ايه، كانت اسمها ايه او كده، تحاولي تعرفي معلومات عنها، او من مامته من اخته، صح؟ تركزي، من مامته او اخته، هي كانت بتشتغل هنا في مصر، لسه في مصر ولا مسافره؟ لا لا دي بتشتغل هنا في شركه مش عارفه ايه، هي كانت اسمها ايه؟ اسمها فلانه، كانت من عيله قوي، كانت بنت فلان الفلاني. تخلي اخوكي، تخلي باباكي، تخلي صاحبتك يروحوا يسالوا في الشركه دي، او حد يكون بيشتغل في الشركه دي او يعرفها، ما يروحش يقول لها فلانه الفلانيه هتخطب عاوز تتجوز جوزك فتسال عليه، لا بيروحوا نسال ازاي؟
لو حد يعرفها بيروح يقول لها فاكره جوزك الاولاني ده، تقول لك مش فاكره، عايز اشوف خلقته. لما تقدم لواحده قولي لها اوعى تروح، قولي لها اوعى، دي بيعمل كذا بيعمل كذا بيعمل كذا. فهو برضو ايه، نسمع صح. وانا اذكر ان حته ان الواحد ما يقولش الحاجات الوحشه خالص، كان عندنا بنت هنا، بنت ناس قوي قوي، ناس رائعين جدا جدا يعني. والبنت كانت حاجه 20 سنه، اول مره جوازها لها، وتقدم لها واحد من عيله مشهوره جدا جدا في مصر هنا. وبعد كده الولد اغنيه جدا جدا، وبعد كده الولد متجوزت، الولد ملوش في الجواز. ابتدى يقنع البنت اللي هي الايه، هي اللي مجنونه، هي اللي مجنونه. ف يعني امها وابوها قلنا قولي، وشاف رحنا الدكتور، الدكاتور معين وبتاع وكده، وتعالى نكشف ومش عارفه ايه وبتاع وكلام كده. وحصل كده البنت طلعت ايه، يعني قعدت مش عارف 6 شهور ولا كده، ان هي لسه بنت. مش دي المشكله، انها لسه بنت دي مش مشكله، مش دي المشكله. المشكله العدوانيه والمعامله السيئه اللي بيعملها بيها، لدرجه البنت ابتدت تفقد الثقه فين، في نفسها. خدناها بعد وديناها لدكاتره معينين، الدكاتره قالوا لا ده مش هينفع، مش هينفع جوازها، مش هتنفع، فاطلب الطلاق. الدكتور لما عرض عليه الحاله بتاعته قال لا ده مش هينفع، اطلب الطلاق. المهم اهله لما جم قعدوا مع بعض العيلتين، الاهل عاوزين ايه، يجيبوا الغلط فين، في البنت، عشان ايه، ماديا بقى. انتوا طالبين الطلاق يبقى تنزلوا عن ايه، عن حقوقها، وتنزلوا وتنزلوا، مع انهم عارفين ان ايه، ان العيب في ابنهم. فابوها حتى الاب، الدكتور اللي قال للاب قال له اثبت، هيحاولوا يعملوا كده. قول لهم لو انتوا مش هتطلقوا بهدوء، احنا هنرفع قضيه، وقضيه يعني ايه، محكمه، يعني فضيحه لابنكم. انتوا ابنكم فيه كذا وكذا وكذا وكذا، وشهاده الدكاتره، طلقوا. كويس. المهم البنت دي كانت متربيه عندنا هنا، قلت لها اوعي تفتحي بقك، ولما حد يسالك ما طلقتي ليه، هنقول ايه، ما فيش، تفتحش بقها الكلام ده في الحاجات دي بالذات. مرت الايام، وبنت والولد ده كان من عيله، اسم العيله مشهور جدا، مش كده، بقول لكم اسامي العائلات مهمه جدا. مرت الايام، واحده بنت صاحبه البنت دي لها واحده صاحبتها ثالثه اتخطبت، فبتقول راحت تبارك لها وكده، اتخطبتي لمين، لفلان. فالبنت دي بقى كانت صاحبه البنت اللي حصل لها الجوازه الفاشله دي، كانت عارفه ان في حاجه يعني خطيره جدا يعني، خليتها كده. فجت سالتني، ما سالتش البنت، جت سالتني، قالت لي دكتوره سوزان الراجل كان متجوز فلانه، لقيته خاطب واحده صاحبتي، وبنت لسه صغيره برضو وبتاع، ولا كأن في حاجه. اروح اقول لها ولا ما اروحش اقول لها؟ قلت لها لازم تروحي تقولي لها، لازم تروحي تقولي لها. وقبل ما تقولي لها قولي لصاحبتك اللي كانت متجوزه دي، استاذنيها ان هي ان البنت دي لو كلمتها لازم تقول لها التفاصيل، انه في كذا، لان ما بيقولوش، لان ما فيش ضمير من الاهل ومن الايه؟ من الولد. فالموضوع خطير. فالعملية مش ان احنا نسكت بقى خالص وكده، لا، بنتكلم امتى؟ لما ايه؟ دي ما تبقاش غيبة بقى، لان دي طلب نصيحة، صح؟ طلب نصيحة. في الحالة دي نقول طب اصلهم بيقولوا علينا يا دكتورة سوزان كذا وكذا، لا هم سيبهم يقولوا عليكي، لكن انا بقولك لو شفتي حد طلب نصيحة جوازة تانية، لا هقول كان بيعمل كذا وكان بيعمل كذا وكان بيعمل كذا. مفهوم؟ فخرجت عندي ظروف خاصة، لو كان متجوز قبل كده قلت له مطلق، كان أرمل كم مرة، عشان يكون بيتجوزهم بيخنقهم، وارد ولا مش وارد؟ وارد. طيب دي أول حاجة، عند وجود عريس قلنا أول حاجة السؤال. تاني حاجة أنا سألت قبل ما أقول لماما ولا أقول في البيت إن في عريس، اكتب البتاع ده في ورقة وروح اديها لها. بس قبل بس ما اروح اقول لماما وكده، انا عارفه هم عندي، لازم نعرف اعرف البيانات دي عشان اروح اقول لماما ايه، صح؟ هاتي لي البيانات دي بس، يعني في شويه حاجات تقول لك جايبه لك عليه، طب في شويه حاجات بس كده هكتبها لك في ورقه تجيبيها لي. اوعي تقبلي تقول لك لا ماليش دعوه، انت اساليه انت، انا ما اعرفوش حبيبتي. لما ما بتعرفيهوش جايبه لي توقفي في حاجه زي كده ليه؟ لما ما بتعرفيهوش، مفهوم؟
ما نريلش على عرفان ارجوكم. بعد كده اخبار الاهل، لما عرفت المعلومات دي اخبار الاهل، اما اقول لاهلي البيانات اهي عندنا، الاهل هيعملوا ايه؟ نبتدي نشمشم بقى، نعرف مين بيشتغل في الشركه الفلانيه، مين عيله مناعم، من عيله فلانه في الشركه كده، كويس؟ انا واهلي هنعمل ايه؟ اخبار الاهل وعمل استخاره. نتيجه اخبار الاهل وعمل استخاره حاجه من اثنين، طلع سهمين صغيرين. غير مناسب، طلع ان المعلومات اللي انت جبتيها دي، وممكن تكون انت يعني زميلي في الشغل عارفه عنه المعلومات دي كلها. وطبعا انت خليكي ذكيه. لو انت في الشغل شايفه حاسه ان في حد، دكتوره شيهان زميل او حد كده مهتم بيا قوي. وبرده هو حلو يعني برده يجي منه. خليكي ذكيه. ها؟ قبل ما تديله نور اخضر انه يتقرب منك شويه، يجي يطلب ولا كده، المعلومات دي تكوني انت ايه؟ عرفتيها، شمشمتي. كريم انت لازم انا عارف ساكن فين، انت رايح فين؟ طب روح. انا مروح. يعني سكتك ايه؟ انا رايح الدقي. هو انت ساكن في الدقي؟ طب بس كنت عاوز اسال، لا انا كنت عاوز اروح مصر الجديده، كنت اروح معاك، بس خلاص بقى يعني عرفت انا ساكن فين. صح؟ مش كده ولا ايه؟ خليك ذكيه كده. صاحبتي بتشتغل في الارشيف مش عارفه ايه وبتاع وكلام كده. انا جيت الشغل لقيته موجود، يعني انا رايح خريج ايه؟ لو تاخد لو تقدر تساليه كده، هو كريم هو انت هندسه، انت خريج عين شمس والقاهره؟ انا ليه بتسالي؟ ما تطول النهار عليك تدشه. صح؟ انا بقول لو كان شخص ايه؟ يهم ده، علشان لو حاسه ان هو ممكن ما يتقدملكيش خالص، بس حاسه ان في حاجه يا دكتوره شيهان، ده حاسه عشان لو تقدمني ابقى اقرا، ما ممكن عرفت انه مستواه الاجتماعي واقع قوي دكتوره شيهان، يبقى ده مش هديله وش اصلا. صح ولا مش صح؟ مش كده؟ مش بقى اقعد اكل معاه بقى ونقعد، ونفس الحكايه الثاني الشخص الثاني المفروض مش قاعد اكل معاه كده، بس انت ممكن تدي وش، تدي له وشه كده، انت شيك قوي النهارده، حلو قوي اللون بنفسج عليكي قوي، ميرسي قوي. ميرسي ميرسي غير ميرسي. لو ما جيتيش امبارح قلقت عليك. اللي مش عايز اديله وش، مش كده ولا ايه؟ قلقت عليه ايه؟ بجد. او تقريبا الموضوع هزار، فاهمه؟ غير بقى انا قلقت عليك امبارح ما جيتيش، ميرسي قوي يعني، ميرسي ده بديله ايه؟ ما تفهمونيش غلط. ما تفهمونيش غلط. انت فاهمه؟ مش اي حد مهتم بيا ايه؟ حاسس واحد مهتم بيا ابتدي شمشمي حواليه. مناسب اديله ايه؟ افتح الباب واردي الباب، مش مناسب يبقى الاول ايه؟ اقفل. مش كده ولا ايه؟ طيب عملنا اللي اخبرنا الاهل وعملنا استخاره غير مناسب، لو طلع ان هو غير مناسب. بابا وماما قالوا لي لا ده بابا بيشتغل مش عارفه ايه، ده عيلته ايه، ده لا 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 ده خريج ايه وانت ايه وانت مش عارفه ايه وكلام كده. يبقى في الحاله دي هعمل ايه؟ سهم صغير ملهاش غير حاجه واحده، عرفنا ان هو غير مناسب. مش هصبر يا دكتوره سوزان، وهنفضل نتكلم في الموبايلات لغايه ما بابا ايه؟ يوافق تاني، او هروح اكلم خالي، ولا هروح اكلم كده، اصل انا بحبه يا دكتوره سوزان. لا انا اتفقت معاكي من الاول. قلبك ده في ايديكي. ما يتفتحش غير مع الزوج الايه؟ المناسب، الشخص المناسب، مش كده؟ يبقى انت ايه كده بقى؟ انت ايه اخبط راسك في الحيط؟ اتعلقتي بحد مش ايه؟ يبقى غباوه لا مؤاخذه، صح ولا مش صح؟ غباوه منك وسوسه شيطان، لان يحصل كسر قلب، لان لا يمكن ابوك هيوافق على جواز واحد زي ده. يبقى عاوز تعملي ايه؟ وبشوفها كتير قوي، اتقدم لابوها، وشفت ناس كتير قوي ولاد، عارف ان هو، وشفت للاسف في ولاد دلوقتي حالته الاجتماعي مستواه الاجتماعي واطي قوي قوي قوي، الطريقه الوحيده عشان يقب على وش الدنيا انه يخلي بنت من عيله كويسه تحبه وتتعلق بيه، فيبين لها ان هو بيحبه وبيحبها وهي بتحبه، ويخليك تتعلق بيه. وانا اجي اتقدم لابوكي، وهيروح يتقدم للاب، الاب هي ايه؟ هيرفض، يقول لها بصي انا عملت اللي عليا، بس انا مش هتنزل عنك.
انا مش هتنازل عنك، انا هفضل معاكي، هفضل معاكي كده وهصبر لغايه ما ربنا يهديه، لغايه ما ربنا يهديه. ويفضل يكلمها من ورا ابوها، ده مش راجل. ولو طلب منك انه يكلمك او يتصل بيكي بعد ما اترفض من عيلتك، ها، اعرفي ان ده مش راجل، ده طمعان فيكي. الكلام ده للاسف انا بقوله، بس ده اللي بيحصل دلوقتي. والبنات نفس الحكايه، هي واقعه من مستوى بيئه واقعه، تخلي واحد ايه، هي من عيله واقعه عاليه، يخليه ايه، تشحتفوا عليها وتخليه يموت فيها، يموت فيها بالهبل زي ما بقول لكم كده، يخليه يموت فيها ويحبها ويروح لاهله، هتجوزها يعني هتجوزها، هتجوزها غصب عنه، ويفضل الولد والبنت هتجوزها يعني مش هتجوزها، الراجل يتجوزها من غير وافقه ايه، اهله، او يضطروا اهله لو اهله ناس محترمه يضطروا ان هم يوافقوا عشان الفضيحه، ما يبقاش اسمه اتجوز من وراهم. والولد الثاني اللي طبعا في البنت اللي من عيله كويسه يضطر ايه بقى؟ يضطر يعمل ايه بقى؟ انا هفضل اكلمك، يفضل مشعلق البنت فيه، مشعلق البنت فيه، البنت تتشعلق فيه، تتشعلق فيه، لغايه ما يقول لها بصي انا مش موافق على اللي احنا بنعمله، بنتكلم مع بعض كده، ده في الحرام. لازم نحطه في الايه؟ في الحلال. نحطه في الحلال ازاي؟ ان احنا نتجوز ونحطهم امام الامر الواقع. شفنا كده. وبعد كده بيديها انا اسفه باللي في رجله بعد كده. عارفين ليه؟ علشان ايه؟ دي ملهاش كبير، يستفرد بيها ويبتدي يبتزها، والبنت تجيب الندم والألم والحزن لأهلها لغاية ما يموتوا مكسورين ومذلولين، اللي تتجوز من غير موافقة أهلها. دكتور زين أنا بحبه، دوسي على قلبك، مفيش حاجة اسمها بحبه، عشان بقول لك مفيش حاجة اسمها بتعلق بيه. احنا قلت لكم ما بنتعلقش بحد. وزي ما بقول لك، حتى لو شايف ان هو معجبه بيه، هو معجب بيا وشايفه كده ان هو مناسب ومش عارفه ايه بتاع، ما بحبوش ولا بتعلق بيه. انا عاوزه افهمكم كبنات وكامهات، مساله الجواز دي مساله ايه؟ بالعقل. لا مش لازم احبه الاول، كل ده بيجي بعد الجواز. كل ده هيجي بعد الجواز. اتعلق واحبه، كل ده بعد الجواز. اللي قبل الجواز ده كله تمثيليات وكله كذب في كذب. وهنشوف في قول كده بيقول الخاطب كاذب، كل خاطب كاذب. هو تصدق اللي بيقوله ده؟ ولا هو يصدق اللي هي بتقوله ده؟ ما بحبك وما بموتش فيك وما بقدرش اشوفه. فعاوزين نركز، عشان كده بقول لك لازم تركزي. وطالما يعني هو اهلك قالوا ان هو مش موافقين على طول، معلش يا كريم الحبيب اسمه. طب بس انا ما اقدرش اسمع، ما اسمعش صوته، كله طبعا انا اسمع صوته. طب مسج، طب رنة، طب زنة. لا يا حبيبي معلش، انت الف واحده بتتمنى يا حبيبي، صح ولا مفهوم؟ وعشان انت اصلا ما تبقى ايه؟ على ايه؟ مش مني، صح ولا مش صح؟ وانا عندي ثقه في الله ان ده لو مكتوب لي والله لو حدفته من الشباك عيب ولا لا؟ هيلبسوني. صح؟ أنا عندي ثقة في الله، عندي ثقة.